يعني الجهه المسؤوله هي مديريه التربيه والتعليم بدعم منظمتها. قامت منظمه بترميم المدرسه وصيانتها واشرفت على الصيانه بشكل كامل، وطبعا جهز التجهيزات ميزت فيها المدرسه. من ضمن وجود غرفة حاسوب في المدرسة، وجود قاعة الاجتماعات، المراحل الموجودة عندنا المراحل التعليمية عندنا الروضة، بالإضافة لوجود الطلاب المرحلة الأولى الصف الأول والصف الرابع. طبعا أضفنا عليهم بالتنسيق مع التربية وجود الصف الخامس والسادس من المرحلة الثانية. في مشروع قائم حاليا كفالة منازل المستأجرة في طلاب أيتام ساكنين في بيت أجار، فنحن إن شاء الله حنقوم بتغطية النفقات الأجار للطلاب بإذن الله. وقمنا بتوزيع بلوزات شتوية للطلاب، وإن شاء الله في عنا مشروع لباس شتوي مع حزير حنقوم فيه بإذن الله. في بشكل دوري عنا هدايا تشجيعية للطلاب. مشروع المدرسة ما مقتصر على مدينة على قرية أو بلدة احتلال، إحنا توسعنا فيه اليوم وإن شاء الله رح نغطي المنطقة كاملة بإذن الله.